ترجمة هذا النجاح في حياة المواطن. وعايز أسألك سؤال تاني عن البرنامج نفسه، هل معنى انه اي دولة تعاملت مع هذا البرنامج وخلصته ان هي نجحت فيه او نجحت ان هي تجتاز المرحلة الصعبة في اقتصادها كدولة؟ لا طبعا، هل ده شرط يعني؟ لا طبعا مش شرط يعني. وانا اخد من كلام يعني دكتور بدرف انه فعلا هو احنا عندنا انعكاس كبير جدا على اولا على الاقتصاد الكلي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ثم بعد ما عملنا او بعد ما عدينا مرحله انقاذ الاقتصاد او انقاذ المؤسسات الاقتصاديه، تحولنا لمرحله اللي هي الرئيس اتكلم عنها، مرحله بناء الانسان المصري اللي هو تحسن مستوى معيشه الناس، ان كل المؤشرات الاقتصاديه دي تنعكس على الناس في تكافل الكرامه، في الصحه، في غيره، في انخفاض التضخم، في تحسن سعر الصرف، كل ده بينعكس على الناس بشكل غير مباشر او بشكل مباشر. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا لو هنيجي نتكلم عن ان احنا اتممنا بنجاح الحمد لله الاتفاق مع صندوق النقد، من ابرز مكاسبه هي عندنا مكاسب كثيره، لكن من ابرز مكاسبه هي انه الثقافه نفسها، ثقافه الناس اتغيرت تماما، احنا بنبني مجتمع جديد تماما، مجتمع مغير لطول الثقافه، ثقافه جديده مغيره لطول الثقافه اللي كانت موجوده طول الستين سنه اللي فاتوا. لمستها في ايه هنا يا استاذ نيمو؟ احنا على سبيل المثال احنا بنتكلم النهارده انه مساله الدعم، النهارده بقى الناس نفسها تخطيطها لحياتها، تخطيطها لحياتها الشخصيه، تخطيط للزواج، التخطيط للعمل، التخطيط للمستقبل، كلها خلاص بقى كل الناس بقت عارفه ان الحكومه لديها توجه نحو ناحيه السوق الحر، ناحيه تحرير الاسواق كلها بما فيها طبعا اسواق الطاقه، الكهرباء، الوقود والسلع. فبالتالي الناس بقت محتاجه ان هي تفكر في المبادره الفرديه، المشروعات الصغيره، المشروعات الشبابيه، الشركات الناشئه، شايفين مبادره فكرتك شركتك وزاره الاستثمار ومبادرات اخرى كثيره، دي كمثال ليس للحصر. فاحنا بنتكلم عن انه الثقافه نفسها، فكر الناس بتتغير، الافكار نفسها بتتغير، ده اكبر ابرز مكسب. المكسب الثاني على مستوى الدوله نفسها، ان الدوله كانت في مرحله صعبه جدا فما قبل البرنامج مع صندوق النقد. النهارده احنا الاقتصاد او المؤسسات الاقتصاديه نفسها قدرت تستعيد عافيتها، وبالتالي تقدر تعمل بكامل قوتها عشان تخدم الناس. فاحنا كان عندنا المرحله الاولانيه ان احنا نستعيد عافيه هذه المؤسسات الاقتصاديه اللي كانت تحت ضغط كبير جدا في فتره 2011 حتى 2015. كان في ضغط كبير جدا، سوق سودا للدولار، سقوط الطائره الروسيه، عندنا بعد كده ثورتين 2011 2013، كان عندنا ازمات كبيره جدا، البنك المركزي المصري، وزارات الماليه والاستثمار والسياحه كلها كانت ترزح تحت ضغط كبير جدا. المؤسسات دي كانت محتاجه تتنفس شويه، محتاجه تاخد نفسها عشان تقدر تخدم المواطن، وده الفتره الاولانيه اللي هي من 2016 ل 2018. ان المؤسسات دي استعادت عافيتها وصحتها مره تانية. المرحله اللاحقه اللي احنا اتكلمنا عليها هي انه المؤسسات دي لما قدرت ان هي تقف على رجليها مره تانية، قدرت انها تخدم الناس عن طريق الطرق والكباري. الطرق والكباري لما اتحسنت انخفضت معدلات الحوادث على الطرق ومعدلات او احتمالات اصابه المواطنين على الطرق، وبالتالي ده انعكس على حياه الناس نفسها، اتعكس على البنيه التحتيه اللي اتحسنت دي كلها. البنيه التحتيه اللي لما اتحسنت الاستثمار بدا يزيد، الاستثمار لما زاد بقى في فرص عمل زي ما دكتور بدر تفضل وقال. فالبطاله نزلت، النهارده احنا بنتكلم في معدل البطاله 8%، ده رقم ما اتحققش من تقريبا اكتر من 20 سنه، رقم كبير جدا 8%. على فكره حضرتك لازم تبقى عارفه والساده المشاهدين انه البطاله في منطقه اليورو، متوسط البطاله في منطقه اليورو 7.5%. فاحنا لما نيجي نقول ان مصر عامله بطاله 8%، فاحنا لينا الحق ان احنا نفخر بده، ان احنا وصلنا من معدل البطاله المرتفع للغايه نزلنا لهذه النسبه المنخفضه للغايه. دي كلها عوامل، كلها من مكاسب صندوق النقد. مكسب كمان ثالث اقتصادي، فبقى عندنا وفره من العمله الصعبه، فقدرنا نوفر السلع الاساسيه للناس.